وينضم إلينا من رام الله مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد مراد. على الرغم من أن المحادثات إيجابية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، يتم الإفراج بموجبها عن عدد من المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين، لكن جيش الاحتلال يشن مزيد من الضربات على قطاع غزة كما استمعت من مراسلنا. صحيح، هذه الهجمات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والاستهداف للمواطنين وارتكاب المجازر من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية، وأيضا من أجل الضغط على المفاوضات من أجل يعني مزيد من التنازلات التي يجب أن يعني تتنازل عليها المقاومة الفلسطينية وعلى الشروط التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية. كلها هذه الضغوطات من أجل يعني التنازل المقاومة الفلسطينية عن شروطها ومطالبها في ظل هذه المفاوضات والتقارير الإعلامية التي أشارت بأن هناك تقدم يعني حذر في هذه المفاوضات، وكل يعني ما تشير إليه هذه التقارير بأن تم إحراز تقدم في المرحلة الأولى للمفاوضات ما بين حماس ودولة الاحتلال. لذلك يعني نتنياهو وجيش الاحتلال يريد من خلال هذه يعني المجازر المرتكبة ومن أجل الضغط على المواطنين، وأيضا من أجل ما تم بالأمس دعوة إلى إقرار خطة لاجتياح محافظة رفح، هو أيضا يأتي في سياق ممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس للتنازل على عن مطالبها التي أعلنتها منذ أكثر من 3 أشهر، باعتقادي ما تم بالأمس من تسريبات يعني ما تقدم من مفاوضات. أيضا الأمور ما زالت يعني في إطار الحذر الشديد، وما يقوم به نتنياهو من تصريحات وأيضا أركان الحكومة ومجلس الحرب من تصريحات إعلامية منذ الأمس لليوم كأنه يريد تعطيل مسار هذه المفاوضات ووضع العراقيل في وجه يعني الوسطاء وأيضا في وجه يعني الساعين الى الوصول الى صفقه تبادل اسرى قبل يعني بدايه شهر رمضان. والى اي مدى سيد مراد نجحت سياسه نتنياهو هذه في اجبار المقاومه الفلسطينيه في التنازل عن مطالبها، لا سيما بانه يستخدم عصا الحرب والتجويع واستهداف المراكز الطبيه في مقابل المحادثات الجاريه للإفراج عن المحتجزين ووقف مؤقت لهذه الحرب؟ باعتقادي ما تم يعني هناك في بعد التراجع في بعض المطالب، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار، ووقف الكامل لإطلاق النار، وأيضا انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة. باعتقادي بأن رحلت هذه المطالب إلى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وهي يعني ستكون أكثر عمقا وتعقيدا في خلال هذه المفاوضات، لكن نجح الوسطاء في تجاوز هذه العقبات وترحيل بعض القضايا الخلافية إلى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. وما تم تحقيقه باعتقادي هو مطلب لدى الجميع من خلال ما أبدوه من مرونة وضغط يعني لدى الطرفين، و إذا ما تمت هذه الصفقة خلال الأسابيع القريبة القادمة، وهي احتياج أولا للمواطن الفلسطيني بظل الظروف المعيشية والإنسانية التي يعيشها، وأيضا في ظل الضغوطات التي تمارس على نتنياهو من قبل الشارع الإسرائيلي وعائلات الأسرى، وأيضا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، كل هذا يعني ضغوطات تمارس على الطرفين. وإذا ما تمت هذه الصفقة خلال الأسبوع القادم باعتقادي ستكون بداية لمرحلة قادمة أكثر تعقيدا، ويعني الوقت بحاجة يعني لمزيد من المفاوضات ومزيد من حلحلة هذه الخلافات والتعقيدات في المطالب ما بين حماس وإسرائيل، لكن
ما يتم وما يتسرب من معلومات تشير بأن استطاع الوسطاء تجاوز هذه الخلافات وباستطاعتهم ممارسة مزيد من الضغط لحلحلة كافة يعني الملفات المعقدة التي يتثبت بها نتنياهو، وخاصة يعني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وفي ظل أيضا قرب شهر رمضان السؤال سيد مراد هو لماذا لوح نتنياهو بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الحرب لمناقشة الخطط العملياتية في رفح الفلسطينية، في حين أنه يبدي استعدادا للموافقة على صفقة للتبادل وأيضا وقف الحرب لمدة 6 أسابيع؟ يعني نتنياهو بالدرجة الأولى يريد أن يمارس أولا الضغط على حماس، وأيضا يريد أن يشير للوسطاء بأنه مستعد إلى يعني أو يعني مستمر في الحرب على الشعب الفلسطيني وعلى حماس، وأنه مستعد ولديه الرغبة في اجتياح رفح، وأنه ما زالت هذه الأهداف التي أعلنها ما زالت لم يعني تتحقق وهو ماض في ذلك، وأيضا يريد طمأنة الائتلاف الحكومي لديه بأنه مستمر في هذا العدوان في هذه الحرب، و ايضا يريد يعني تخفيف الضغوطات من خلال يعني اطراف هذه الحكومه، ويعني خاصه سومترش بن غفير الذين يطالبون باستمراريه هذا العدوان وهذه الحرب وارتكاب مزيد من المجازر. نتنياهو باعتقادي يمارس التضليل والكذب، ويسعى في يعني من خلال يعني هذه الممارسات وهذه التصريحات وأيضا الوثيقة التي أعلنها بأنها لليوم التالي هي مزيدا من تعقيد المشهد في قطاع غزة، وأيضا يريد تفجير الأوضاع ليست في قطاع غزة وأيضا في المنطقة. نتنياهو هو الوحيد المستفيد من استمرار هذا الحرب وهذا العدوان وإطالة أمد هذا الحرب. نتنياهو لا يريد الوصول إلى إطلاق نار كامل، وإنما يريد استمرار هذه الحرب لعل وعسى يستطيع تحقيق أهدافه التي أعلنها مصر الكامل على حماس أو على الشعب الفلسطيني، ولكن ما زالت يعني 5 أشهر من هذه الحرب إلا أن أهدافه التي أعلنها ما زالت يعني فشلت في تحقيقها، وما زال يتعثر في الوصول إلى أي هدف من أهدافه في قطاع غزة، ويعني المجازر المرتقبة والظروف الإنسانية والاجتماعية والصحية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وأيضا في ظل كل هذا الحراك الدولي الذي يسعى إلى وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة على قطاع غزة، إلا أن نتنياهو ضارب بعرض الحائط كل يعني هذه الضغوطات وكل هذه المطالبات، لأنه يريد تحقيق أهدافه السياسية الشخصية، وهذه أصبحت واضحة إلى العيان وحتى إلى الحلفاء لديه. بلينكن أشار في خلال يعني ما أعلن نتنياهو في أن وثيقته باليوم التالي أنها مخيبة للأمان. باعتقادي اليوم نتنياهو أصبح مكشوف لدى الجميع بأنه لا يريد وقف إطلاق النار ولا يريد وقف هذا العدوان، وأيضا فشل في تحقيق أهدافه السياسية. هل نتنياهو يلعب على جميع الحبال كما يقول البعض، حبال الحكومة المتطرفة التي يقودها بن كفير وسموتريتش، حبال أيضا أسر المحتجزين في قطاع غزة، إضافة إلى الضغط الدولي لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية التي تلقى انتقادات واسعة في هذه الفترة من الحلفاء الغربيين أيضا كذلك من الداخل الأمريكي؟ بكل تأكيد نتنياهو استطاع أن خلال كل هذه الفترة السابقة أن يلعب على الأحبال وينتقل من مكان إلى آخر لعل وعسى يعني أن يخفف هذه الضغوطات ويستمر في تحقيق أهدافه. في هذا الأهداف الأول هو يريد أول شيء استمرار هذا العدوان وإطالة أمد الحرب، وأيضا يريد تهجير قطاع غزة والسكان الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وأيضا يريد يعني انتقال يعني كما سماها أولمرت بالأمس هذه عصابة نتنياهو، يريد الانتقال من قطاع غزة بعد ما تطهير وتفريق قطاع غزة من السكان إلى الضفة الغربية، وما يمارس ما تمارسه سياسة نتنياهو في كل الأراضي الفلسطينية تشير بأنه مستمر في هذا العدوان ومستمر في هذا المخطط الذي اتفق وهو سومترش بن غفير في حسم الصراع بالقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، ولا يريد يعني اعطاء فرصة لكل الوسطاء أو كل المتدخلين في هذه الحرب
وانما ما يعلنه كل يوم بان يرفض اي املاءات دوليه تتعلق بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه او الاعتراف من يعني من جانب واحد، وهو مزيد من تعقيد المشهد في الاراضي الفلسطينيه وتصعيد الاوضاع وتفجيرها، لانه اذا استمر هذا العدوان وتوسعت رقعه هذه الحرب باعتقادي كانه يشير نتنياهو انه يستطيع الانفلات من المحاسبه والعقاب في ظل ما يتعرض له من ضغوطات، وايضا من لائحه اتهامات تصدر من الاحزاب الاسرائيليه وايضا من المواطن والجمهور الاسرائيلي وايضا من الحلفاء وخاصه الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول الغربيه التي اصبحت تفكر في الاعتراف بالدوله الفلسطينيه، في ظل يعني رأت بان استمرار هذا العدوان واستمرار هذا الصراع لن يؤدي الى مزيد من الحروب وتفجير المنطقه. لذلك كل هذه إعادة التفكير في منطق يعني الأفق السياسي والمسار السياسي في الأراضي الفلسطينية في النهاية يعني ستزيد من تعقيد هذا المشهد إذا استمر نتنياهو ومن غفير وسموتريش في هذه السياسة العدوانية على الشعب الفلسطيني وارتكاب مزيد نعم. من الانتقام والإبادة الجمعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني. سيد مراد، لماذا اختارت إسرائيل توقيت المصادقة على التوسع الاستيطاني والمصادقة على تنفيذ أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة؟ يعني أولا هذه سياسة متبعة في مزيد من بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية لتفويت الفرصة على اي افق سياسي ويعني قبول حل الدولتين او يعني ان تبقى او يعني فرصه لاقامه الدوله الفلسطينيه. الذي يتابع ويشاهد ما يجري في الاراضي الفلسطينيه وخاصه في الضفه الغربيه من بناء الوحدات الاستيطانيه وبناء المستوطنات وايضا تهويد القدس واسرلتها يعني يؤكد بان لا يوجد في الدوله الاسرائيليه اي افق سياسي وحل سياسي للقضيه الفلسطينيه والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وانما نتنياهو بن غفير وايضا اليمين الاسرائيلي المتطرف في دوله الاحتلال لا يريد يعني قبول إقاء دولة فلسطينية، ولا أيضا لديه أي أجندة سياسية تتعلق بالحل السلمي للقضية الفلسطينية وما تتعرض له الضفة الغربية يعني من اجتياح ومن تقويض للسلطة الفلسطينية وأيضا من اغتيال واعتقالات الشباب، تشير بأن هذا العدوان مستمر على الشعب الفلسطيني وأن نتنياهو لديه استراتيجية حسم الصراع والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وغرق عرض الحائط كل القرارات الشرعية الدولية والقرارات التي تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية. ما يتم اليوم من عدوان مستمر على قطاع غزة وأيضا على كافة الأراضي الفلسطينية وتجييش كل هذا التطرف يعني في دولة الاحتلال، ما يؤدي إلى يعني مزيد من هذا العدوان واستمرارية في ارتكاب المجازر. لكن فيما يتعلق بنقطة الاستيطان سيد مراد، هناك تحذيرات من الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي من التوسع في هذه العمليات، لكن إسرائيل تقوم بمزيد، كلما أعلنوا بأنهم ضد عمليات الاستيطان ضد أفعال المستوطنين تقوم إسرائيل بمزيد من بناء المستوطنات وأيضا تقوم بتسليح المستوطنين. نقطة أخرى، هو مع اقتراب الشهر الفضيل شهر رمضان هناك قرارات داخل إسرائيل بمنع وصول المصلين بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى، ما الذي يمكن أن يترتب عليه هذه القرارات؟ يعني ابن غفير وسموتريش فرضوا الكثير من المعيقات والإجراءات التي تمنع وصول المصلين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا فرضوا العديد من الحواجز والبوابات على المدن والقرى الفلسطينية، وفي ظل هذا يعني إعلان على بناء هذه المستوطنات يريدوا تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ويريدوا توسيع هذه الهمجة يعني الحملة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وأيضا تفجير يعني الأوضاع في المسجد الأقصى. ما يتم يوميا من هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين ما يدل على يعني الرغبة لدى حكومة نتنياهو ب يعني تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة حساسية يعني شهر رمضان
لدى الفلسطينيين ولدى المسلمين، وايضا يعني في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من اغلاقات ومضايقات على المواطن العربي الفلسطيني في الاراضي، هذا دليل بان هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه تريد مزيد من الضغط، مارس الضغط على الفلسطينيين من اجل يعني توسيع رقعه هذه الحرب وتفجير الاراضي الفلسطينيه ومن ثم تفجير المنطقه، لان هذه العقليه اليمينيه المتطرفه لا إلا بهذه الحرب ولا تؤمن إلا بالعدوان على الشعب الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا سيد مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من مدينة رام الله.